في تعاون كبير جدا بين هيئة قناة السويس ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالأخص في تنمية طبعا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. دي منطقة حيوية يعني لسه كنا في الصين حضرتك، وكان في اتفاقية بتخص برضه قناة السويس. دي من أهم محاور المواقع الاستراتيجية اللي بنتكلم على التوريد والحزام وكل التكامل التجاري، في مش بس في الوطن العربي ولا في أفريقيا ولا آسيا، حتى مع أوروبا ومع العالم كله. كبيرة في النمو الاقتصادي، توفير فرص عمل، زيادة الإنتاجية التنافسية بتاعت مصر، وده كله بيعم إيجابي على المواطن المصري في معيشته وفي دخل الأسرة المصرية، وده الهدف الرئيسي اللي إحنا عمرنا ما بننساه وإحنا بنتفاوض مع المستثمرين أو بنناقش أي مشاريع. فعلاً إحنا داعم للمشاريع الكبرى، ولكن إحنا حريصين برضه بالصناعات المغذية، فحريصين إن إحنا ندي دعم جداً للمشاريع الصغيرة اللي هي دي برضه اللي بتدينا الأمل لنمو أكبر في الفترة القادمة.